بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، أهلا بيكم. معكم عبد الحميد الكيلاني، موجه أول الكيمياء بالإسماعيلية. يشرفني إن احنا نكون مع بعض على مدار السنة إن شاء الله من خلال شركة الحلم الكبير ومنصة أديورا. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم. طبعا تجربة المرحلة الثانوية العامة زي ما حضراتكم كلكم عارفين إن هي مرحلة حاسمة ونقطة مفصلية في مستقبلنا. كتير جدا من الطلبه بيدخلوا دخول السنه دي حاسين بتوتر كبير جدا. التوتر يمكن يكون اساس فيه فكره ضغوط الماده العلميه، ممكن يكون عندي صعوبات في المراحل المعينه في الماده العلميه. الصعوبات دي عملت لي يا شباب بعض المشاكل. لا، انا النهارده هنحاول مع بعض من خلال منصتنا ان احنا نعمل كورس بسيط جدا لحضراتكم. من خلال الكورس ده هنبدا نعالج بعض العيوب اللي كانت موجوده عندنا، اللي هي بنعتبرها كورس تأسيسي. هذا الكورس الهدف منه ان انا ابسط لك المعلومه اللي كانت بالنسبه لك معلومه في الواقع غامضه او معلومه صعبه. هنبسط الماده العلميه، هنحببك في الماده ان شاء الله تعالى. مفيش مشاكل عندنا، هيبقى في عمليه لينك بيننا وبين بعض سهل قوي في التعامل باذن الله من خلال المنصه. الكورس ده الهدف منه هعمله لحضراتكم، ننقل خبرات المتراكمه الكبيره جدا معانا في الماده العلميه، وكمان قدرتنا على التعامل مع ابنائنا الطلبه لحضراتكم. تفاعل حضراتكم معانا يهمنا جدا. كل اسئلتكم، كل محيراكم والاسئله اللي هي كانت بالنسبه لكم عامله نقطه صعبه في مسيره تعليمك لماده الكيمياء هتسالني فيها، وانا دوري ان انا ان شاء الله ابسطها لك واسهلها لك. فان شاء الله تعالى مع بعض هتبقى سنه، انا بوعدك انها سنه مميزه جدا، وبدايتنا النهارده تكون بدايه قويه مع بعض جدا. نعمل مراجعه سريعه على الامور البسيطه اللي جدا اللي داخله جوه منهجنا في منهج الكيمياء، سواء للمراحل الثلاثه اولى وثانيه وثالثه. واحنا يهمنا جدا ان نفهم ان التعليم دلوقتي متجه للفكر المتحرر، وبالتالي لازم انا كطالب اركز مع استيعابي وفهمي، ازاي افهم المعلومه، ازاي اصل الى المعلومه بعمق، ما يبقاش عندي سطحيه في المعلومه. لان احنا مشكلتنا اللي فاتت ان احنا كنا بنتعلم بشيء من السطحيه، او ان يعني جاز التعبير بحوار الحفظ اكتر شويه. التعليم بتاعنا في الفتره اللي جايه يا جماعه مهم جدا ان انا ازاي افكر بعمق في المعلومه، وبالتالي لازم تكون مؤسس كويس جدا في المعلومات. ما ينفعش انا كماده الكيمياء يا شباب ان انا في الكيمياء هاجي هعمل معادله كيميائيه وانا مش عارف يعني ايه رمز، ويعني ايه صيغه، يعني ايه اوزن معادله. على الاقل حتى لو وزن المعادله بالنسبه لي في صعوبه، هنبتكر مع بعض طريقة معينة ازاي من خلال هذه الطريقة ان انا اصل للحقيقة المعادلة ازاي تبقى سهلة وبسيطة بطرق ان شاء الله مبتكرة وبسيطة، وكذلك بعض الامور المختلفة. النهاردة ان شاء الله في محاضرتنا ان شاء الله يا رب تنال اعجاب حضراتكم، وعاوز حاجات تتعامل بأريحية جدا. يعني لو عندك استفسار عن نقطة معينة او رد على نقطة معينة، احنا موجودين مع حضرتك طول المحاضرة بإذن الله من خلال منصة الديورة التعليمية بإذن الله. هيكون عندنا إن شاء الله فرصة كبيرة جدا إن احنا نعالج بعض المشاكل اللي كانت بتواجهنا في تعاملنا مع مادة الكيمياء. النهارده اخترنا جزء بسيط جدا، يمكن حضراتكم مع الجزء ده أكيد هيبقى عندنا بعض المشاكل. إيه المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ صياغة الأسئلة. بعض الطلبة عندنا يا جماعة لما تخش الامتحان بيبقى مسيستم أو حاطط نفسه في سيستم سؤال معين. طب إيه صعوبة السؤال؟ هل صعوبة السؤال في الإجابة بتاعته ولا في فهم السؤال؟ قد تكون الجزئيه الاساسيه يا مستر الكيلاني ايه هي؟ ان انا بقرا السؤال بطريقه وبجاوب بطريقه، والسؤال نفسه متقال بطريقه مختلفه تماما عن اللي انا عاوز اجاوب عليها. وبالتالي احيانا بنلاقي اختيارات عندي في الاسئله غير طبيعيه، وابص في الاجابات احيانا الاقي نفسي في وادي والاجابه في وادي تاني. ليه؟ لان انا ما استوعبتش السؤال كويس جدا. طب ما استوعبتوش ليه؟ لان انا عندي بعض الجزئيات الصعوبه في السؤال، مش درجة صعوبة من درجات الصعوبة في السؤال يا شباب، اللي هو فهم اللفظ الموجود في السؤال. تعالوا نشوف مع بعض بعض الأمثلة البسيطة النهاردة إن شاء الله مع بعض، اللي يا رب تستريحوا معايا فيها وتنال إعجاب. تعالوا مع بعض كده، وإحنا مع بعض دلوقتي هنتكلم على الجزء الأولاني. يعني عندي من ضمن الحاجات اللي شاغلة بال العلماء إيه هي؟ إيه هي المادة؟ كتير جدا مننا عارف المادة وحافظها. طب أنا سألت نفسي، هل أنا مادة؟ صبروا اللي قدامي مادة؟ الحائط اللي قدامي ماده، القلم اللي في ايدي ماده. يبقى لازم الاول كل الامثله دي عندي لازم يكون عندي رد فعل. ليه دي ماده؟ تعال نشوف ليه دي ماده. الماده هي كل ما له كتله ويشغل حيز من الفضاء. يعني انا لو حطيت القلم ده على السبوره
هل شغل حيز عندي ولا لا؟ يا مستر شغل حيز. طالما شغل عندي حيز وطالما له كتله اذا يطلق عليه مد. طيب من ضمن الاسئله يا جماعه اللي بتجيلي دايما وبلاقي الطالب بيجاوب الاسئله دي بشكل واحد، يجي يقول لي السؤال ما هي حالات الماده؟ ما هي حالات الماده؟ هلاقي الطالب يجاوب لي بمنتهى السرعه، مستر حالات الماده صلبه سائله غازيه. طب جميل جدا، جالي سؤال تاني وقال لي يا مستر قول لي حضرتك ايه هي صور الماده؟ اوتوماتيك هنلاقي نفس الاجابه، هيقول لي صلبه وسائله وغازيه. طب قول لي بقى انواع الماده، ده اخر سؤال، هنلاقي نفس الاجابه. ليه؟ لان انا ما اتعلمتش صياغه السؤال او ما جاوبتش على السؤال بشكل فيه عمق شويه. طب تعالوا نشوف الافكار الثلاثه دي، ايه وجه الاختلاف بين الثلاث اسئله؟ نبدا باول حاجه بانواع الماده. انواع الماده يا جماعه نوعين رئيسيين عندي. النوع الاولاني يا شباب هو العنصر، يبقى اول نوع عندي هو العنصر. ايه هو العنصر؟ ايه هو العنصر؟ العنصر يا شباب هو ماده نقيه. يعني ايه نقيه يا استاذ؟ نقيه يعني ما فيهاش شوائب، ولا نقيه بمعنى ايه؟ نقيه يا جماعه بمعنى انها نوع واحد من الذرات. جرت العاده ان انا لما اقول لحضرتك عنصر، بعض الشباب لما يجي تقول له عنصر على سبيل المثال يعتقد مثلا لما اقول له او فيقول لي ان الاو ده عنصر، لما يجي يقول لي الاو 2 يقول لي لا ده مش عنصر، اعتقادا منه ان العنصر يبقى ذره واحده. طب هل ده الكلام صح ولا لا؟ الاجابه نشوف مع بعض. الاس هيقول لي مستر عنصر. طب لو حطينا الاس 8 لا يا مستر ده مركب. هنا نظر الى عدد الذرات ولا الى نوع الذرات يا شباب؟ الى عدد الذرات. طب الاجابه عنده في الحاله دي غلط. ليه؟ ان كل اللي قدامي يمثلوا ايه؟ عناصر. يبقى نقصد بماده نقيه يا شباب اي انها تحتوي على نوع واحد من الذرات. خلي بالك اهم كلمه في الجمله انه ايه؟ نوع واحد. وبالتالي لما يقول لي ما هو العنصر يبقى انا بمنتهى البساطه عشان ما نخشش في عمق المعلومه اكتر من اللازم، لو عندي نوع من الذرات هذا النوع واحد مهما كان عدد هذه الانواع او هذا العدد هذا النوع 8 10 20 طالما انا عندي نوع واحد يطلق على هذه الماده عنصر. عندي امثله زي O2 H2 N2 MG S8 وهكذا. اذا مره ثانيه وثالثه وبالراحه مع بعض، ايه اول نوع من انواع الماده يا مستر؟ النوع الاولاني يمثل الايه؟ العنصر. طيب يا ترى بقى ايه النوع الثاني من انواع الماده؟ هتبقى عندي النوع الثاني اسمه يا جماعه المركب. المركب هو ايه؟ تعالوا نبص الفرق الكبير جدا بين العنصر والمركب يا شباب. هجد ان العنصر قال نوع واحد من الذرات، طب المركب يا شباب عده انواع واكيد عده انواع، طالما استخدمت لفظ انواع يبقى اوتوماتيك كلمه انواع تعني انها عناصر مختلفه. وبالتالي المركب عباره عن ايه؟ عدة أنواع مختلفة من الذرات. هذه الأنواع المختلفة زي مثلا عندي NSL. طب يا مستر معلش اقف شوية، لو أنت بتحسب العدد نبص على NSL كده يا جماعة. بص يا طلاب الحبايب كده معايا، NSL كم عدد الذرات عندي؟ ذرتين، ذرة صوديوم وذرة كلور. وبالتالي لما نيجي نبص عن، طبعا هو مركب أيونه بالمناسبة، بس الأفضلية إن أنا أقول أيون صوديوم وأيون كلوريد، بس إحنا بالتبسيط بنقول ذرة كلور وذرة صوديوم. طب لما نيجي نبص للعدد ده ذرتين والعدد الكبريت هنا كام؟ برافو 8. طيب انا لو هما 8 بالعدد ده يبقى اولى الظن ان انا اقول على الكبريت هنا مركب لان عدد ذراته كام؟ 8. لا احنا اتعلمنا النهارده حاجه جديده وحاجه مهمه جدا جدا في الحسابات، ان عنصر الكبريت عنصر لانه مكون من 8 ذرات ولكنها من نوع واحد، بينما يمثل ال NSL ال H2O ال MgSO4 ال HNO3 مركبات لانها تتكون من عده انواع من الذرات. اذا اول سؤال عندي هيواجهني ما هي انواع الذرات؟ المفترض بيا ان انا اركز في سؤالي المكتوب قدامي ايه؟ ماليش دعوه بالباك جراوند، ماليش دعوه بالمعلومات اللي عندي، ماليش دعوه بالهيستوري بتاعي. احنا في الامتحانات السؤال بيتحط على قدرتك على انك تستفيد من تراكم المعرفه اللي عندك. يبقى انواع الماده عنصر ومركب. برضه هيجي لي سؤال، ربما يجي لي سؤال، طب مستر احنا متعودين على كلمه جزيء، طب فين الجزيء من ده؟ هنقول لحضرتك حالا
جزيء قد يكون جزيء لعنصر، والجزيء قد يكون جزيء لمركب. اذا لو انا خدت الجمع بعد الاثنين دول يحتمل لي ان انا اسميهم جزيء. فالاو 2 هو جزيء لعنصر الاكسجين، بينما الان اس ال هو جزيء لكلوريد الصوديوم كمركب. اذا انا مهم جدا عندي كل استفسار عندي عشان ابقى انا مستريح جدا في مادتي العلميه، كل معلومه عندي لازم اكون عارف ليه وايه حقيقتها، ما يبقاش الشكل العشوائي في المذاكره يا شباب. يبقى اذا انواع الماده عنصر ومركب، والجزيء قد يكون جزيء لعنصر وايضا قد يكون جزيء لمركب. نخش مع بعض على الجزء الثاني. ولو انا اسالت كده سريعا جدا مع بعض كده، اكيد كلكم عارفين، لو انا قلت لك ال NH3 هل هو جزيء العنصر المركب، حضرتك قول لي مثلا ال NO2 جزيء العنصر المركب، ال NO2 ده جزيء العنصر المركب، طبيعي جدا هيبقى النشادر او الامونيا مع ثاني اكسيد النيتروجين بيمثلوا جزيئات لمركبات، وايضا النيتروجين بيمثل جزيء لايه؟ العنصر. العبره ايه مره ثانيه؟ هذه جزيئات لمركبات لانها انواع مختلفه من الذرات، وهنا الذرتين من نوع يا شباب، من نوع واحد. ده الجزء الاولاني في سؤالنا الاولاني. اذا نرجع تاني، ما هي انواع الماده؟ هقول له انواع الماده هي عباره عن جزيء عنصر. خلي بالك انا مش بحفظك، انا بثبت لحضرتك المعلومه عشان ما يجيش السؤال يخدعك او يبقى فيه تركه وتضيع اجابتك على انك مش قاري السؤال بشكل مظبوط. اما الجزء الثاني او الشكل الثاني اللي كنا بنجاوب عليه باجابه سريعه جدا، ايه هي صور الماده؟ الماده في الواقع توجد في معادلتنا الكيميائيه، توجد في الماده في الطبيعه في الغالب، او نقدر نقول انها الماده دي بتدخل التفاعل، تدخل الماده التفاعل في ايه؟ تدخل الماده التفاعل في يا جماعه؟ في صوره ذره مفرده. يعني انا ممكن اقول من صور الماده التي توجد في الماده عليها في الطبيعه، وايضا اقول من الصور التي تدخل فيها الماده تفاعلاتنا الكيميائيه، هجد من هذه الصور انها تكون في صوره ذره مفرده. يعني ايه ذره مفرده؟ يعني لما اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال كده، اقول لحضرتك سي بلس او 2، معلش خدت بسرعه كده، سي مع او 2 بيديني سي او 2. الكربون هنا كمول دخل مول من ذره الكربون، يبقى اذا هنا تعامل في الشكل بتاعي كذره مفرده، لكن هو في النهايه بيتعامل زي ما هنعرف بعد كده ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، مول من الذرات. اذا الصوره هنا عندي قدامي واضحه انه ذره ايه؟ مفرده. وده غالبا يا جماعه بيمثله العناصر اللي بتكون في الغالب الصلبه اللي هي الفلزات، زي الكربون، زي الحديد، زي مثلا الالومنيوم، وهكذا. كربون والومنيوم، هنجد عندي الحديد في ايه، هنجد عندي مثلا البوتاسيوم كي، بيدخل الى التفاعل في صوره ذره واحده. الصوره الثانيه اللي بيدخل فيها، بصوا بقى ظهر هنا ايه بقى اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، جزيء. من الصوره اللي يدخل فيها التفاعل الى او العنصر او الماده بصفه عامه، التفاعل بتكون في صوره جزيء. طب ازاي يا مستر الكيلاني في صوره جزيء؟ بصوا حضراتكم سي بلس ايه او زائد ايه؟ او 2. اتفقنا طالما عندي ذرتين او اكتر فده بيمثل جزيء. اذا هذا الجزيء عباره عن ايه؟ ذرات مرتبطه مع بعض بروابط كيميائيه، قد تكون هذه الروابط في الغالب ايونيه وايه؟ وتساهميه. طب احنا خدنا لو تفتكروا اللي في الصف الثالث، خد في الصف الثاني ان الروابط عامه بتبقى شكلين، فيزيائيه وايه؟ وكيميائيه. الكيمياء لو نفتكر كان ثلاثه، ايونيه وتساهميه وايه؟ وتناسقيه. عشان بس المعلومه كامله، الروابط الكيميائيه بتبقى ايونيه وتساهميه وتناسقيه، ولكن احنا اتفقنا ان احنا عاوزين نعمل كورس تاسيسي بسيط لكل طلابنا. طيب زي ايه؟ زي H2 تبقى رابطه تساهميه بين ذرتين ويطلق عليها تساهميه نقيه، والKCl بتبقى رابطه يا شباب، رابطه ايونيه. يبقى الصوره الثانيه اللي بتخش عليها الماده التفاعل او بتدخل بيها التفاعل بتبقى في صوره جزيء. اما الصوره الاخيره بتبقى عده جزيئات متفاعله مع بعض. لو انا خدت زي جزيء الميه وخدته منه 2 مول 3 مول، باخد عده جزيئات مع بعض. هذه الجزيئات في الواقع مرتبطه مع بعضها، لما بتدخل التفاعل على سبيل المثال الميه اللي احنا بنتعامل معاها بتبقى مترابطه بروابط هيدروجينيه، ببدا اكسر هذه الروابط واحولها لجزيئات ابسط، ومن ثم انا اتعاملت مع الميه في صوره عده ايه؟ جزيئات.
يبقى مرة تانية سؤالنا رقم اتنين، ايه هي يا ترى صور المادة؟ صور المادة عندي بتدخل التفاعل في ثلاث صور، ذرة مفردة وفي جزيء وعدة جزيئات. اذا النهارده لما يجي لي سؤال يقول لي يا مستر ما هي انواع الماده، المفترض بيا كطالب خلاص انا ادركت ان السؤال هنا بيتكلم على الانواع، يبقى عندي جزيء عنصر وجزيء مركب او عنصر ومركب. ايه صور الماده؟ هقول الماده موجوده على ثلاث صور اثناء دخولها التفاعل الكيميائي، يا ذره مفرده يا جزيء يا عده جزيئات. طيب بص حضراتكم على السؤال الثالث اللي انا بعتقد شخصيا كلنا يعني بيبقى رد فعلنا على طول على السؤال ده، وهو حالات المادة. طبيعي جدا جدا ان لما تسأل السؤال الاولاني والتاني وده السؤال الثالث كنا للأسف بنوع من التسرع بنجاوب نفس الإجابة اللي هي دلوقتي اصبحت قدامنا على السبورة. يا ترى ايه بقى حالات المادة وتحديدا الفيزيائية والفيزيقية؟ الفيزيكس كيس للحالة عندي او الحالات بتاعت المادة الثلاثة عندي هي الحالة الصلبة او الجامدة، واللي بتكون هذه الحالة المادة فيها قوة التجاذب بين الجزيئات بتاعتها بتبقى كبيرة جدا، مترابطة جدا جدا، وبالتالي نتيجة ذلك المسافات بين الجزيئات تكاد تكون منعدمة. يعني احنا لو مثلنا الكلام ده بذرات هنجد ان الذرات قريبة جدا جدا من بعض تكاد تكون مسافتها منعدمة، ولذلك نجد ان المادة في الحالة الصلبة لها شكل وحجم ثابت. ليه؟ نتيجة ان قوة الجذب بتاعتها بتبقى كبيرة جدا والمسافات تكاد تكون منعدمة. طب يا مستر ايه الحالة التانية من حالات المادة؟ هي الحالة السائلة اللي بتبقى الى حد ما قوة الجذب بتبقى بجنيه ذاتها بتبقى الى حد ما ضعيفة، وبالتالي المسافات بتكون متوسطة زي المية. حقيقي السائلة احنا يمكن بنديها صفتين، غالبا بتكون ليكويد او احنا بنسميها متعادلة او بنسميها احيانا متأينة. النقطة دي بقى مهمة جدا لينا في الصفوف، خاصة الصف الثالث تحديدا هيبقى عندنا الحالة الفيزيائية مهمة جدا في بعض التفاعلات وخاصة تفاعلات الاتزان. متعادلة جماعة اشهرها جزيء المية. طيب انا اعرفها ازاي في المعادلة؟ بيكون غالبا مكتوب تحت الاسم او الجزيء عندي مكتوب ليكويد، يعني سائل متعادل. المتعادل معروف في اللغة الفيزيائية هي عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة، أو في الكيمياء إنه حالة التأكسد بتاعته بتساوي صفر، يعني لا له شحنة موجبة غالبة عليه ولا شحنة سالبة، فبنسميه متعادل الشحنة أي لا يمتلك شحنات سواء موجبة أو سالبة. فالمتعادل بنشوفه بليكويد، والمتأين زي حضراتكم مثلا HCl هو حمض الهيدروكلوريك. HCl حمض الهيدروكلوريك، لو بصينا على الحمض الهيدروكلوريك هنقول ايه؟ HCl. HCl يبقى هقول HCl هلاقي ده عنده AQ او aqueous اللي هو بنسميه المحلول المائي او المتأين. غالب الظن المحلول المتأينة هتكون متأرجحة ما بين الاحماض والقواعد وغالبية الاملاح. اذا السائلة ناخد بالنا شوية عشان بتاخد اتجاهين او شكلين. الحالة الغازية اللي احيانا يطلق عليها الحالة البخارية بتبقى قوة الجذب العكس بقى تكاد تكون منعدمة، وبالتالي المسافات بتكون اكبر ما يمكن، وبالتالي هنجد ان الغاز لا يمتلك حجم ثابت وينتشر في اي حجم متاح. حضرتك لو شيت البيرفين او اي حاجة في مساحة معينة هياخد حجم المساحة اللي موجود فيها، وبالتالي ليه؟ ان قوة الجذب بتاعته بتبقى الى حد كبير جدا قوة شبه منعدمة، ولذلك الغاز ينتشر في الهواء بسهولة. بخار المايه كحاله سائله اس كحاله غازيه ما اقدرش اقول غاز المايه، فاحيانا الجا للمواد التي، ودي نقطه خلي بالك منها، هلجا للمواد التي لا تكون حالتها الاساسيه غاز بان انا اصفها بانها بخار. يعني بنسمي غاز الاكسجين، غاز الهيدروجين، لانه غاز بطبيعه الحال يا شباب موجود فين؟ موجود في الهواء في صورته الاساسيه وهي صوره الغاز. طب بخار الميه ما بيتصاعد يا مستر في الجو؟ يبقى يمثل هنا غاز. ولذلك بعض الكتب الاجنبيه لما تيجي تكتب على الميه ممكن تكتبه بالطريقتين ده، H2O liquid. طيب ايه كمان؟ H2O gas. الاقوى وانا شايف بكمستر الكلام الافضل ان انا اقول له H2 vapor اللي هو water vapor اللي هو بخار الميه، يبقى الافضليه ان انا اكتب عنده vapor. لكن لو انا عاوز اكتب ليكويد حسب حالته السائله ماشي، لو بكتب عنده الجاز يبقى الحاله بتاعتي ماشي. اكيد كلكم عارفين واتدربتوا ان ممكن احول الماده من حاله يا شباب لحاله باستخدام عمليات مشهوره، فاكرينهم؟ الانصهار
والتبخير اللي احنا بنسميه احنا التصعيد، وكذلك التجمد والغليان. وبالتالي اذا الميه ممكن تاخد ثلاث اشكال عندي، سائله وبخاريه، وممكن تتجمد في حاله اللي هي التلجيه. طب انا طلعت بايه دلوقتي في الجزء الاول من حصتنا؟ طلعت بحاجه مهمه جدا يا شباب، يا مستر الكيلاني معلش انا عاوز اطلع ايه الخلاصه عند حضرتك؟ لا الخلاصه دي عند حضرتك انت. ايه هي بقى؟ ان انا لما اتكلم على كلمه الماده بسؤال هركز جدا مع البوينت الاولاني في السؤال. البوينت الاولاني عندي هل هو عاوز حالات الماده؟ هقرا السؤال دلوقتي بقدر كبير جدا بالتركيز. هل هو انا عاوز حالات الماده ولا انا عاوز يا مستر الكيلاني انواع الماده ولا هو عاوز صور الماده؟ طب يا مستر هتختلف الاجابه؟ عينك معايا طبعا. حالات الماده حاجه، صور الماده حاجه، وانواع الماده حاجه ثالثه. ليه يا مستر بيبقى في تركيز في النقاط دي؟ احنا عارفين ان الامتحانات في الفتره اللي جايه في الغالب بنسبه 100% او 99% هتستمر على النهج، ودي نقطه خلي بالك منها يا طالب سنه اولى اللي داخل معانا، طالب سنه ثانيه اللي مر بالتجربه، ثالثه اللي هو عنده يعني يكفي الضغط العصبي اللي هو فيه. الامتحانات بقت اختياري، والاختياري طول عمري انا اقول ان الاختياري هو السؤال الموضوعي اللي بيشتمل كل انواع الاسئله. المساله تيجي اختياري، الرسمه تيجي اختياري، نعم. التعليل يجي اختياري، نعم. التصويب يجي اختياري، نعم. وخطوره الاختياري كسؤال موضوعي ان ما بيحتملش رايين، وبالتالي لو انا عيني مش رايحه يا شباب، ودي نقطه مهمه جدا خلي بالك من اول السنه، لو عيني مش رايحه للسؤال بقدر كبير جدا من التركيز والدقه، لا بخبرتنا هنلاقي في معاناه كبيره قوي قوي في الاجابه، واحس ان انا مصدوم في الاجابه بتاعتي. يا جماعه ده انا عارفها والله، صلبه وسائله وغازيه. طب ما حضرتك ما بصيتش هو عاوز ايه؟ هل هو عاوز الحالات ولا هيكون عاوز منك الانواع ولا هيكون عاوز منك صور الماده؟ وبصراحه احيانا برضو بعضنا من بعض الزملاء او بعض الطلبه للتبسيط تيجي تقول له انواع الماده ولا كذا كذا، فاحنا بنتسامح. لا احنا في مرحلة التفكير المتحرر دلوقتي في النظام الجديد في الامتحانات المسألة اتغيرت جدا، وكل كلمة بالبلدي كده لو تفهموها أنت محاسب عليها، وبالتالي انتبه جدا أنت بتقرأ إيه وبالتالي بتكتب إيه. يبقى جزئنا الأول اتكلمنا على الأسئلة الثلاثة. أتمنى كمان اللي عنده سؤال أو عنده استفسار عن حاجة معينة يدينا رأيه فيه. ننقل بقى الجزء مهم قوي 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 قوي. الجزء ده انا شايف انه من الاجزاء الخطيره جدا للمواد العلميه كلها، ويمكن تحديدا للكيمياء والفيزياء. عمليات مشهوره جدا يمكن للاسف شديد احنا مرينا عليها في مرحله الاعداديه، انا بتكلم هنا لو طالب الصف الاول ثانوي، وفي سنه اولى يمكن ما خدناش الشكل الكبير، في ثانيه كانت مهمه جدا عندنا. طب وثالثه خطيره جدا، وهي عمليه مهمه جدا جدا اسمها عمليه الايه، الاكسده والاختزال. انتبه معايا كويس جدا جدا، عمليه الاكسده والايه؟ والاختزال. عمليه الاكسده بالمناسبه والاختزال الفاظ اتخذت غالبا بالرجوع الى عنصر مهم جدا هو اسمه عنصر الايه؟ الاكسجين. يعني كان في غالب الظن اعتمادي على ان كلمه اكسده واختزال برضو دي معلومه تاريخيه لحضرتك معتمده على وجود الاكسجين. لكن للاسف الشديد بعضنا بدا يحفظ ويعتمد على الاكسجين، فوجئنا بكثرة تفاعلات لا تحتوي مطلقا على عنصر الاكسجين. طب النقطه المهمه هنا ايه يا مستر؟ المعادله ما فيهوش اكسجين. العلماء بداوا يفكروا في بدايل. طب نتكلم على الهيدروجين. خلي بالكم الهيدروجين والاكسجين يا شباب عدوين، سبحان الله. واحد بيشتعل اللي هو الهيدروجين، واحد بيساعد على اشتعال الاكسجين، وكلاهما عندما يتحد يكون الماء المستخدم في اطفاء نفس الحريق، ودي عظمه كبيره جدا في وجود المياه اللي خلقها ربنا لينا. نرجع بقى لمرجوعنا، الاكسده كان في الاساس بتعتمد على وجود الاكسجين، بس يا ترى بقى في التطور الكبير جدا هل اعتمدت عمليه الاكسده على وجود الاكسجين؟ الاكسده طبعا بنسميها اوكسيديشن، واحنا بنسمي راديكيشن، وهي عمليه الايه؟ الاختزال. برضو خلي بالك احنا ممكن عشان الاختصارات دي مهمه قوي، اوكسيديشن بنختصرها باوكسايد، وراديكيشن او راديكيشن اللي هو عمليه الاختزال عندي بنختصرها بكلمه ريت. يبقى دي عملية أكسدة، عشان لما نلاقي الحاجات دي على السهم خصوصا لسنة تالتة يبقى أنا عارف، لما يجيش طالب مثلا في تالتة سنة وما شاء الله أكبر يعني حاجة كبيرة قوي ويكتب لي على ريد يعني لون أحمر. طبعا هنا يبقى أنت دخلت نفسك في سكة اللي راح وما رجعش تاني. ما علينا. يبقى إذا أنا عملية الأوكسيديشن أو الأكسدة، يا ترى إيه هي بقى عملية الأكسدة؟
النهارده عملنا لك حاجه جميله قوي وهتعجبك ان شاء الله. الاكسده بتحمل اربع معاني، ما اصبحش عندي انا بقول لحضرتك طالب ثانويه عامه بلا استثناء المرحله الثالثه ومش هدوس قوي على سنه ثالثه، لا لازم تكون مبدع كرييتيف، لازم تكون عندك ابتكار في فكرك، لازم تكون خلاق ومبدع، لازم تكون ملم بكل حاجه. احنا متفقين ان السؤال اختياري. انا اعتمدت انا كشخص كطالب او كمدرس على تعريف الاكسجين مرتبطا بعمليه الاكسده، طيب اسال التاني عندي شحنه موجبه هقف اعمل ايه؟ هختار عشوائي. طب انا لو ما عرفتش اعرف الاكسجين زاد وقل هيبقى موقفي ايه؟ اكيد موقفي هيبقى صعب جدا. وبالتالي لما كنا انا مدرك يا شباب وانا في ثانويه عامه تحديدا بعيد تاني عشان نخفف الضغط علينا، لو انا مدرك من الاول معلوماتي واحد صحيحه، اثنين فيها ابتكار وابداع، ثلاثة ودي نقطة مهمة جدا، ازاي اكون ملم بكل المعلومات اللي في البوينت ده او النقطة دي زي الاكسدة والايه والاختزال. طب يخش يا مستر كلمني في الموضوع بقى. حاضر. الاكسدة ترتبط دائما بالعامل المختزل، وانا عندي قاعدة حتى عادية جدا اقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. طب مثلا على سبيل المكسد مثال، الأكسدة بينتج عنها زيادة، هنبدأ من النقطة الثالثة، الأكسدة بينتج عنها زيادة الشحن الموجبة. يعني زيادة الشحن الموجبة يعني يا مستر الكيلاني؟ يعني أكيد بالمنطق فقد إلكترونات. أنا طبعا بكلم طلبة على الأقل عارفة يعني إيه مكونات المادة. طب تيجي نرجع كده عشان أنتوا غلابة زي حالاتي. مكونات المادة يا جماعة في الداخل هو النواة، تحتوي على جسيمات تسمى بروتونات موجبة. بروتونات موجبة يا شباب، وبتحتوي أيضا على نيوترونات متعادلة، والمتعادل سيبك منه. هنركز مع شحنة مين؟ البروتون الموجب. يحيط بالنواة زي ما كلنا عارفين أكيد ليفلز أو إنرجي ليفلز اللي احنا بنسميها مستويات الطاقة، اللي عددها زي ما كلنا عارفين لو نفتكر سبع مستويات بدأ بكي مرورا إلى كيو، من كي لكيو كنا احنا بنستظرف زمان نقول كلم نوبك، يعني للاختصار طبعا هي في نوع من الهزار شوية، لكن كي ال ام ان او بي كيو للتبسيط. ده مجموع مستويات الطاقة طبعا بنقدمها للكبار والصغيرين بالمناسبة. يبقى كلم نوبك هنا عدنا عندنا عدد مستويات الطاقة سبعة، بالمناسبة هم مرتبين من الكي كأدنى مستوى طاقة للكيو أقصى مستوى طاقة. يمكن تحتاجوا دي قوي في المراحل الأولى والتانية ثانوي، لكن أكيد طبعا أنتوا عندكم معلومات كبيرة جدا، ولو احتاجتوا حضراتكم على المنصة عندنا أو هتراسلونا أو تبعتوا لنا لو أنتوا عايزين تستزيدوا في الموضوع ده، لأن برضه الموضوع ده محتاج دقة يا جماعة. طيب فقد الالكترونات، طبعا الالكترون موجود في مستوى الطاقه ويمتلك كلنا عارفين الكترون سالب، دايما يكتب الاي الكترون ابروفيشن او اختصار اي والشحنه السالب. بفقد الالكترونات بفقد الشحنه السالب، فبتزيد الشحنه الموجبه. عاوز اقول لحضراتكم حاجه ظريفه قوي، دايما في الذره صراع عنيف في الذره يا شباب، شوف ايديا كده، صراع عنيف. صراع عنيف ده بيكون بين مين يا شباب؟ بين البروتونات الموجبه والالكترونات السالبه. احنا متفقين النيوترون ده يعني ايه؟ بنسميه محايد، يعني لا هو معانا ولا معانا، راجل محايد. ولكن ما تنسوش النيوترون يؤثر في كتله الذره، هو الاكبر كتله في النواه والاكبر كتله في الذره. وبالتالي لما بنتكلم على الصراع الموجود ما بين البروتونات والنيوترونات يبقى الصراع ده مش موجود، بين الالكترونات والنيوترونات الصراع ده مش موجود. الصراع الازلي في الذرة زي بالظبط صراع الخير والشر هو صراع البروتونات الموجبة والإلكترونات السالبة. وسبحان الله للحكمة إن البروتون يوجد في مركز الذرة في النواة والإلكترون يوجد خارج النواة، فيظل هذا الصراع سيب ونسيب. شايف حضرتك المثل اللي بلده؟ سيب ونسيب، بمعنى لو تغلب الإلكترون على البروتون بقوته كعدد وكعدد شحنات تحولت الذرة لأيون سالب واكتسبت إلكترون وزادت عدد الحجج السالبة وزاد حجم الذرة. شوف النتيجة اللي ترتب على عندي يا جماعة، عندما تكتسب الذرة إلكترون، عندما تكتسب الذرة، خلي بالك عشان الحاجات دي مهمة قوي. يعني أنا لو عندي ذرة كان الفوليوم بتاعها مثلا، الذرة بتاعتي كان الفوليوم بتاعها أو الحجم بتاعها كان كده، حينما تكتسب هذه الذرة إلكترون، تكتسب الذرة إلكترون اللي هي الذره دي، تتحول مباشره هذه الذره هي نفسها الى الحجم الاكبر، مش اكبر قوي يعني لان الالكترون كتلته صغيره. بينما اذا فقدت الذره، اذا فقدت الذره عندي الكترون، يعني كانت ذره كده مثلا
وجات الذره دي فقدت الكترون، فبالتالي بتتحول لاي موجب، فان حجمها ايه؟ يقل. طبعا احنا عايزين نظبط الرسمه عشان تبقى صحيحه. هجد ان حجم الذره مباشره حجم ايه؟ اقل. يبقى حجم الذره عندها هيبقى اقل من حجمها الايه؟ الاصلي. يبقى عندما تتحول الذره من ذره متعادله الى ايون موجب تصبح حجمها اقل. الذره تتحول الى ايون سالب زي ما احنا اتفقنا، اسف، احنا الذره عندما تتحول الى ايونها السالب فانها بتبقى ايه يا جماعه على طول مباشره بيبقى حجمها ايه؟ اكبر. تمام؟ وعندما تتحول الذره الى ايون موجب فان حجمها مباشره يقل. نرجع نقول المعلومه، لو انا عندي ذره وعندي ايون موجب يبقى حجم الايون الموجب اقل. ذره تتحول لايون سالب يبقى مباشره الحجم بتاعي ايه؟ اكبر. دي معلومه ايه سريعه جدا على تاثر حجم الذره بالفقد والاكتساب. اذا نرجع بقى، فقد الالكترونات يعني زياده الشحنه الموجبه. طب يا مستر ده علاقته بايه؟ ده بتحدث له مباشره عمليه اكسده. طب انا بفقد الكترون، هل متاح لي ان افقد كمان؟ فقدت كل الالكترونات المسموح بيا؟ يبقى انا اصبح عندي قدره على الاختزال، وبالتالي فان عمليه الاكسده مرتبطه بالعامل المختزل. اوعى تتلخبط بقى، عشان عندنا سؤال مهم جدا في الباب الرابع في سنه ثالثه عن الاكسده والاختزال، ربما سؤال الثانويه العامه كله يكون حدد العامل المؤكسد وعلى المختزل. وبالتالي لو انا ما عرفتش ان دي اكسده مرتبطه بالعامل المختزل وتسرعت في الكلام فقدت سؤال مهم جدا. اذا نرجع، الاكسده يعني عامل مختزل. ايه تعريف الاكسده بقى؟ عندي اربع تعريفات. زياده نسبه الاكسجين في المركب، وخلي بال حضراتكم ببص في المركب وهو نفس المركب يا شباب في المتفاعلات والنواتج، يعني ما بتروحش المركب تاني. يعني عاوز ابص الكربون هنا تحديدا عنصر الكربون، حصل ايه للكربون؟ كان في متفاعلاته المركب اللي هو اول اكسيد الكربون يحتوي على ذره اكسجين واحد، عندما تفاعل ايا كان نوع التفاعل اصبح معاه ذرتين اكسجين، ومن ثم زادت نسبه الاكسجين، فهو بتحدث له عمليه اكسده وهو عامل مختزل. طلاب الصف الثالث خلي لكم فاكرين السي او عامل مختزل، ناخده في حاجه اسمها افران الحديد. ايضا ما لقيتش اكسجين، لقيت عندي هيدروجين يا مستر الكيلاني، عادي المركب ده كان بيحتوي على الهيدروجين اصبح الكلور خالي من الهيدروجين. طب هيحصل ايه يا مستر ساعتها؟ هيصبح الماده اللي عندي نقص فيها نسبه الاكسجين ايضا اصبحت عمليه اكسده وهو عامل مختزل. طب زياده الشحنه الموجبه وهنشوف لها حسابات قدام شويه. انا عندي المركب ده كان يمتلك الحديد في شحنتان موجبتان، لان الاكسجين دائما سالب 2، اصبح الحديد هنا موجب 3، يعني زادت فيه الشحنه الموجبه، يبقى ايضا حدثت عمليه اكسده. يبقى في اولانيه اكسده عشان زياده الاكسجين، اكسده عشان فقد الهيدروجين، اكسده لزياده الشحنه الموجبه، وبالطبيعه يبقى اختزال لنقص اكسده لنقص الشحنه السالبه. يبقى انا عندي اربع عمليات اكسده يا جماعه كلهم بيشيروا لمعنى واحد، سواء كان زياده نسبه الاكسجين معايا، نقص نسبه الهيدروجين، زياده الشحنه الموجبه، ونقص الشحنه السالبه. يا مستر ممكن يجوا مع بعض الاربعه؟ لا يشترط طبعا، ممكن تيجي عمليه واحده من الاربع عمليات، وده ميزه الاختياري. انا بقول دايما لطلابي زي ما انت خايف من اختياري، الميزه في ايه بقى؟ ابدع كما تشاء، اختار الطريقه اللي تناسبك، اختار الفكره تريحك، بس خلي بال حضرتك لابد ان يكون عندك في الاصل المعلومات كامله. عشان يكون عندي مساحة اختيار لازم المعلومات كاملة. لا يصح اطلاقا ابقى صاحب معلومات قليلة واقول لنفسي ان عندي مساحة اختيارات اكبر، لازم يكون عندي بدائل كتير وبعدها اختار. يعني انا طالب شايف والله يا مستر انا هاخدها بالاكسجين اسهل لي، ليه؟ اكسجينها بقت 2، يبقى هنا حصلت عملية اكسدة لزيادة نسبة الاكسجين. طب طالب تاني يقول ايه؟ معلش يا مستر والله الاكسجين بسالب 2 يبقى الكربون بموجب 2، الاكسجين بسالب 2 في 2 يبقى سالب 4، يبقى الكربون موجب 4، يبقى زادت الشحنه الايه؟ الموجبه. وات ايفر كانت الطريقه، الامتحان الجديد بتاعنا ادانا فرصه نختار، ادانا فرصه نفكر، ادانا فرصه نبدع خارج نطاق السؤال واوصل للمعلومه بطريقتي وبعدين اختار الاجابه
وانا متاكد منها. يبقى مره تانية عمليه الاكسده عمليه مهمه جدا جدا. الاكسده هي عمليه فقد الكترونات، وبالتالي زياده الشحنه الموجبه فقد الكترونات، يعني نقص الشحنه السالبه زياده نسبه الاكسجين ونقص نسبه الهيدروجين. تعالوا مع بعض حالا نخش على العمليه، وهي العمليه اللي خاصه بعمليه الاختزال. يا ترى يا مستر بقى الاختزال مفترض كل طالب قاعد قدامي دلوقتي من تلقاء نفسه اوتوماتيك حفظ الاربع عمليات بطريقه سهله جدا. طب يا مستر انت مش عاوز الحفظ؟ لا انا مش عاوز تحفظ عشان تمتحن، عاوزك تحفظ عشان تبدأ تفهم المعلومه. انت معاك كتاب مش محتاج الحفظ دلوقتي، بس الحفظ هيساعدك في بعض الامور بدل ما تقعد تقلب في الكتاب وتبذل مجهود. انت عندك معلومات من السهل ان انا احفظها، خاصه يا شباب المعلومه وعكسها. بيسموه اخواننا بتوع اللغه العربيه التضاد في المعنى، عشان ما يزعلوش مننا، بس التضاد في المعنى بيؤكدوا ويوضحوا. احنا في الكيمياء اكسده يبقى الاوبزيت بتاعها على طول عمليه الاختزال، ومن ثم سهل جدا عليا ان انا ادرك عمليه الاكسده ومن ثم عمليه الاختزال. طبيعه الحال الاختزال يبقى مرتبطه بالعامل المؤكسد. اشهر التعريفات عندي او امثل التعريفات عندنا زياده نسبه الهيدروجين، خلي بالك، نقص نسبه الاكسجين، نقص الشحنه الموجبه، وزياده الشحنه الايه؟ السالبه. طبعا لو جينا بصينا بعض الامثله عندي مثال سريع زي ما حضراتكم بقى زي ده نشتغل معاه بالتفصيل الاكبر، هو المثال رقم 2. تعالوا حضراتكم على المثال رقم 2 كده ونبص فيه. انا عندي لو جينا بصينا هنا على لو جينا بصينا حضراتكم على الجزء اللي قدام حضراتكم ده، وجينا بصينا على المعادله بتاعتي اللي هي رقم 2، انتبهوا معايا كويس جدا جدا. لو جيت على المعادله رقم 2 وبصيت عليها هجد في المعادله دي، بصوا معايا حضراتكم معايا كده، المعادله دي يمكن تكون ختام حصتنا اللي اتمنى يكون احنا تفاعلنا فيها كويس قوي. بصوا حضراتكم معايا، انا هنا جاء لي وضح ما حدث من اكسده واختزال. حضرتك يا مستر وضح لي ما حدث من اكسده واختزال لكل من الكربون والحديد. مش لازم طبعا السؤال في السنه دي يجي لنا مباشر بالشكل ده، ولكن اقدر ان انا استفيد بالجزئيه بتاعت النهارده. عندي هنا اللي انا قلته من الاول، انا راجل طالب معايا شباب عاوزين نجيب مجموع كويس ان شاء الله ربنا يكرمكم، تبقى الكيمياء هي السبيل لتعديك المطب ده كله ان شاء الله. يا مستر انا عاوز اجاوب بطريقه سهله. نرجع للي قاله مستر الكيلاني من الاول. ايه اللي قاله مستر الكيلاني من الاول؟ يا محمد يا حازم يا وائل يا علي يا احمد يا ابراهيم يا ايمان يا ايناس، ايه هو؟ يا عمر يا مؤمن يا فاطمه، اي اسم، يا رقيه يا محمود يا اي حد. نقول له ايه بقى؟ نقول له اصبح عندي اربع اراء، فانا عندي مساحه من الاختيارات. يا مستر انا بتلخبط في حسابات الشحن. حاضر، عندك نسبه اكسجين. طب يا مستر، وهكذا. المساحه اللي احنا قلنا عليها من الحريه بتديك قدره على الحل بطمانينه براحه بهدوء. طب يا مستر الكلاني قول لي ازاي؟ تعالى معايا اهم، ناخد الحديد في المتفاعلات، ويا ريت نعمل التقسيمه دي كده، وات ايفر كان المكان اللي بتحل فيه اف اي 2 او 3. على الناحيه الثانيه هقول له اف اي، في مقابلها لو انا اخدت الجزء الثاني عندي، لو انا جيت في الجزء الثاني واخدت ال سي او والمقابل بتاعها سي او 2. ركز بقى معايا عشان دي نقطة مهمة قوي. هنقول لك معلومات برضو في آخر جزئية إزاي تعرف المعلومات دي. أوتوماتيك الأكسجين في الصفوف خاصة في سنة تالتة أوتوماتيك قيمته ثابتة بسالب 2، يعني عدد أكسده بكام؟ بسالب 2. طيب إيه كمان المعلومة المهمة جدا عندي؟ أكسجين بسالب 2. طيب هرجع بقى أمسح بقى سالب 2 بتاعت الأكسجين عشان نقول معلومة مهمة قوي. طيب إذا كان الأكسجين بسالب 2، الأول ببص للجزئية عندي ده اللي قدامي ده، الجزيء ده يا شباب لما بصينا عليه هجد ان الجزيء ده متعادل. سؤال بقى يعني ايه متعادل؟ الجزيء متعادل يعني ايه؟ تيجي نخش كده دقيقه مع بعض نقاش كده. بصوا الحاجات دي مهمه لحضراتكم، وارجو في نهايه سيزون بتاعنا الثالثه ثانوي افتكروا اللي احنا قلناه النهارده، افتكروا ديت دي قطعه من ذهب هتمشي معاك على طول السنه. بصوا يا شباب معايا، يا ريت من ذهب، يقول لك المستر الذهب اهم من الكيمياء، ماشي، ما هو الكيمياء برضه ذهب. ركز معايا، في حاجات ثوابت عندي في الكيمياء في اعداد التاكسد،
هي مش ثوابت على طول الخط، لكن في استخدامنا الخاصه للصف الثالث احنا محتاجينها بالثابت ده. الاوتو عنصر لو جه في تفاعل لوحده هيحتوي صفر، يبقى اذا اطلع بالمعلومه ده اقول له ايه؟ هقول له التالي عدد اكسده العنصر بيساوي صفر. اوه بقى شويه، استناني يا مستر الكيلاني. ايه يا حبيبي؟ ايه يا بنتي؟ طب وايه اللي عرفني ان ده عنصر؟ صباح الخير بالليل. ليه بقى صباح الخير في الليل والدنيا ضلمه؟ السائلين المعلومه في اول الحصه. اللي انا بقوله لحضراتكم ازاي تخدم على معلومه عميقه بمعلومه صغيره. كلنا عارفين النظام الميكانيكيه، عربيه كبيره جدا مبنيه على مسمار صغير، لو فك المسمار باظت العربيه. يبقى انا من الاول لو عارف ان ده مش عنصر ازاي احسبه بصفر؟ شفت قد ايه المعلومه البسيطه بتوصلني المعلومه اعمق. يبقى انا لو مش عارف ان ده عنصر، تيجي تقول لطالب بعد الشرح ده كله من هما طلبه ايام واللي بياكلوا كتير، ربنا يعينهم يا رب، يا مستر معلش، يا مستر ليه صفر؟ عشان عنصر. السؤال بقى المشهور، وايه اللي عرفني؟ بأقرب حاجه في ايدك وهتخبطها في دماغك على طول مباشره. احنا لسه قايلين العنصر ليه عنصر ده؟ لانه ايه؟ الناس اللي نامت معايا، لانه عنصر عباره عن ايه؟ نوع واحد. يبقى المعلومه بسيطه قوي دي لو ما خدمتش عليك بقى يبقى انت ما استفدتش حاجه. سيبك، اصل الكيمياء مش عمق وصعوبه، واي حاجه في الدنيا ليها درجات يا شباب صعوبه. عايزك تطمن معايا، خبرتنا ووضعنا كمواجهين عموم اللي بنشوفه من الامتحانات، لا المساله لو انت عندك قدره على التفكير كويسه جدا اشتغل وانت مطمئن، بس اهم حاجه ابعد عن الاكل كتير. يبقى ركز معايا، يبقى ده عنصر. عدد اكسدته كام يا جماعه؟ صفر. طب السؤال ليه عنصر يا مستر؟ على طول اصبحنا انه مكون من ذرتين من نفس النوع او من نوع واحد. طب لو الاكسجين جانف مركب زي مثلا ايه مثلا؟ قول لي يا مستر. زي لسه قايل زي ام اي جي او اكسجين المغنيسيوم، هل اعوض عنه بصفر؟ تجاوب يا حازم، حازم مش هجاوب. تجاوب يا رقيه، رقيه مش هتجاوب. طب جاوب يا فاطمه، لا يا مستر مش فاهمه. طب يا عمر، لا اله الا الله. احمد هيجاوب، هيقول لي يا احمد ثانيه يا مستر، طب ده جزيء ولا عنصر؟ شوف بقى زميلنا قال ايه، طب ده جزيء مركب ولا جزيء عنصر؟ هو ده الطالب الكويس. طالما الاكسجين ارتبط بعنصر اخر اصبح على طول ده جزيء ايه؟ مركب. خلي بالك عشان دي نقطه مهمه جدا. طب الجزيء المركب الاكسجين كام؟ احنا اتفقنا انه هيكون غالبا ثابت بسالب كام؟ 2. طب يا مستر سؤال لولبي، سؤال كده جاي من بتوع زمان كده اللي بيجي من ورا الحيطه. يا مستر، نعم اتفضل يا حبيبي. يا مستر معلش قول لي بقى، اذا كان الاكسجين بسالب 2 طب المغنيسيوم؟ بالمناسبه المغنيسيوم هقول لك عليه معلومه قدام شويه، هو عناصر اصحابه، لكن خلينا نتعامل ايه بان احنا ايه مش فاهمين حاجه. هبص للجزيء المركب اللي عندي، هذا الجزيء لو بصيت على اعلاه، اعلاه بالله عليكم مش اسفله، هجد انه معلوش شحنات. معاش عليه شحنات في الكيمياء بتاعتنا يعني صفر. ويطلق عليه جزيء متعادل. يبقى الجزيء ده هيساويه بكام يا شباب؟ بصفر. طيب يا راجل بقت سهله، بقت سهله. ليه سهله؟ ليه سهله بصفر؟ لانه متعادل. طب ليه سهله يا مستر؟ حضرتك هتيجي بطريقه سهله جدا هعلمها لك انا، هتعجبك ان شاء الله قوي. هفصل الاثنين عن بعض عشان عينيا ما تروحش كده وكده. عندي كام ذره اكسجين؟ واحده. عدد اكسده وشحنتها كام؟ سالب 2. طب عشان سالب 2 تتجمع تدي صفر، يبقى اوتوماتيك لازم المغنيسيوم يكون كام؟ موجب 2. يبقى موجب 2 وسالب 2 كام؟ صفر. يبقى لو الجزيء متعادل هساويه بالصفر واستفيد بحساباتي بعناصر معلومه عندي. يبقى اول عنصر معلومه عندي كان عنصر الايه؟ الاكسجين. طب يا مستر قول لي ايه كمان يساعدني شويه؟ الهيدروجين في الغالب موجب 1. طبعا على فكره يا جماعه عشان تبقوا عارفين كطلاب ثانويه عامه في حاجه اسمها الحالات الشاذه، دي مش موضوعنا دلوقتي. في مركبات ليها احيانا اعداد تاكسد بشكل ايه مختلف شويه، يعني على سبيل المثال الاكسجين بياخد احيانا سالب 1، واحيانا غريب قوي سالب نص، وممكن يتهبل وياخد موجب 2. الهيدروجين بياخد موجب 1، وغالبا بياخد في بعض الاحيان المركبات المتأينه سالب 1. يمكن النقطه دي قريبه جدا من طلاب الصف الثالث السنه دي اللي مروا عليها في سنه ثانيه، ده اذا كان يعني فاكرين كانوا امبارح. طيب يبقى الاكسجين كام؟ موجب 2.
الاكسجين سالب اتنين، الهيدروجين موجب واحد، الهالوجينات فلور كلور بروم واليود، لو تفتكروا كنا احنا بنسميهم عائله فيجبي الاختصار، يعني عائله ايه؟ فيجبي، اللي هي العائله اللي حروفها فلور كلور بروم يود. بالمناسبه العناصر دي غذاء اقرب الى الصوره البخاريه والغازيه، يكون في صوره جزيئات ثنائيه الذره. طيب بياخدوا كام دول؟ بياخدوا سالب واحد. طب عاوز اربطهم مع بعض في حته حلوه، عارفين حضراتكم الثلاث حروف دول اللي هم ايه؟ جين. دول ايه جين دول يا رقيه؟ يا مستر معلش، جين دول اللي هو اختصار كلمه ايه؟ اكسجين. يبقى انا هقول جين دي اللي هي ايه؟ اول حاجه عندي كلمه ايه؟ اكسجين، احنا زودنا جيم مش مشكله، اكسجين. ايه كمان؟ ها؟ هيدرو جين. ايه كمان؟ ها؟ هالو جين. يبقى عينك بقى من الثلاثه دول مهمين جدا، الاكسجين غالبا سالب اثنين، الهيدروجين غالبا موجب واحد، الهالوجين غالبا هيكون سالب واحد. ايه كمان مهم جدا عندي؟ عندي حاجه اسمها المجموعات الذريه. المجموعات الذريه ان شاء الله هناخد منها امثله بسيطه، في مجموعات احاديه زي الهيدروكسيد بتبقى سالب واحد، في مجموعات ثنائيه زي الكربونات سالب اثنين، في مجموعات ثلاثيه زي الفوسفات سالب ثلاثة. معلش يا مستر دوشتنا شوية. طب ما احنا قلنا انت لسه نايم في العسل. ارى صاحبنا بالله. طب نايم في العسل ليه يا مستر؟ انا بكتب لك بفكرك. طب الحاجات دي يا مستر يا نهار ابيض يا خبر يا ضعت ايه يا حبيبي؟ احفظ كل ده يا راجل. فوق بقى. مش الامتحان معاك الكتاب. امال انت بتعمل ايه على السبورة؟ بفكرك، بنفكر بعض. ليه يا مستر الكلامي؟ لان الحاجات دي موجودة عندك في الكتاب. فاكرين الشعب الناس اياهم؟ اللي كل ما تقول له حاجه يقول لك عكسها. طب بص لي بقى يا مستر، ما مش هستلم الكتاب. الطالب ده انا ما بحبوش قوي، اللي يقعد يعقد لك الامور. يا مستر تقول له انت ابن علوه بقى. يا مستر الكلاني لو سمحت يا مستر. ايه هيقول لك حاجه مفيده؟ لا يجي يقول لك ايه؟ معلش يا مستر هو حضرتك انا ما بنستلمش الكتاب. تيجي تقول له يا حبيبي طب انت هتاخد التاب. معلش يا مستر التاب بتاعه بايظ. هقول له بقى اسقط بقى. يبقى يا جماعه الامتحان بتاعنا على التاب، معاك الكتاب الورقي، معاك الجزئيه دي يا شباب، ما فيهاش مشكله خالص، ما تقلقش، كل ده هيكون موجود عندك. طيب على اسوء الظن يا حازم، الكتاب ده مش موجود عندي او التاب ده مش موجود عندي، اعمل ايه؟ سهله جدا. حضرتك هتيجي تقول لي انا مش عارفهم، كاتبها في ورقه بيضاء وفي كتاب المدرسه بتاعي في الحته اللي انا عاوزها. اوعى بص ما تكلكعهاش، الله يخليك، الله يكرمك يا انسه محترمه، ما تكرمشيش وشك بزياده اللي احنا بنشوفه يعني من ضغوط. فك كده، فك كده، خليك لذيذ، خليك بسيط. دايما لما تكون كده بسيط المعلومه هتوصلك بشكل سهل. لو انت مكلكعها كمدرس احنا المساله مش داخلين احنا بحرب السويف يا شباب. احنا العلم يا جماعه، العلم ده بيرقي كل حاجه، بيسمو باخلاقك وبيسمو بشخصيتك، بيديك كالتشر وثقافه، بيخليك تواجه المجتمع بقدر كبير. يعني العلم ده لصالحك ولا لا؟ بيرفعك درجات. ليه احنا واخدين تنافس بالعلم؟ خد المعلومه بشكل سهل. ولما اجي اقول لك الارقام والحاجات دي موجوده الحمد لله خلاص، ما لقيتهاش بقى يا عم اتخانق معايا بعدين، لكن مش من اولها كده تاخدها في صراع وانا هحفظ كله ومش عارف ايه وتروح تعمل ايه وتدور على ايه. طب خلاص بقى يا عم ما تكملش تعليم. يبقى الحاجات دي كلها بتساعد حضرتك على ايه؟ ان انت تسترجع مع بعض المعلومات اللي هتكون موجوده. نرجع بقى حضراتكم للي انا قلته دلوقتي. طب تيجوا نعمل حركه حلوه، نرجع بقى للسؤال الاول. احنا هنا حضراتكم لو رجعنا حضراتكم للسؤال اللي احنا كنا شغالين عليه، هنرجع للسؤال ده مع بعض، هنلاحظ اللي انا قلته. لو سويت ده اساويه بايه؟ نشوف عمر هيقول ايه. احسنت يا عمر، هساوي ده بايه؟ بالصفر. تكتبوا نقطه، تكتبوا صفر، تكتبوا خطك، اكتبوا سهله يعني. بعد ما يساوي الصفر حل معايا يا عمر. يلا يلا يا مؤمن. 3 في سالب 2 يا راجل، جه سالب 2. يا حول ولا قوه الا بالله. ارجع يا عم للصفحه. احنا مش ورانا انتوا بقى. نرجع للصفحه. فين الصفحه راحت؟ فين؟ اهي الصفحه. الاوب كام يا مستر؟ سالب 2. طب مش حفظتها؟ يا ابني انا قلت لك مكتوبه قدامك. فكرتني بالراجل الغبي بتاع زمان ده، موجوده قدامك، بطل غباء، الموضوع سهل يا مستر.
ليه بتضغط نفسك؟ ارجع زي ما انا رجعت. طب يا مستر هرجع ايه؟ حضرتك مش هترجع بالشاشه، مش معاك كتاب، فر الكتاب يا راجل وجيب الصفحه. مش عارف الصفحه ما تتعلقش معانا وريحنا. طيب يبقى الاوب كام يا شباب؟ ها؟ بسالب 2. نرجع بقى، موجود عندنا الاوب سالب 2. سالب 2 في 3 سالب 6. هساويه بالصفر، يبقى انا اوتوماتيك لو قلت كده حضراتكم. معلش انا استاذنكم ان احنا ناخد السؤال ده المهم جدا في صفحه لوحده. يبقى انا هقول له اف اي 2 او 3 بلس 3 سي او بيديني 2 اف اي بلس 3 سي او 2. هنقسم الصفحه بشكل سهل وبسيط جدا جدا جدا. بصوا حضراتكم معايا، عايزين ندلعكم بقى. شركتنا بتعمل تطوير حلو قوي. ايه الالوان الجميله؟ نقسم كده، يلا نقسم الصفحه. استاذه طب انا ما عنديش مكان اقسم فيه الصفحه. لا اله الا يا عم، اطلع اخلع قميصك واكتب عليه. هتلاقي من هنا مباريات كتيره. طب يا مستر ما بدناش ورق. يا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ماشي يا حبيبي، مش عايزين الطلبه دي تخش ثانويه عامه على فكره، اللي هو بيعقدوها يعني بيكلكعوها. فاهمين يا شباب؟ خليك زي مستر اسكلاني، بسيط كده وسهل. هناخد هنا الحديد اف اي 2 3 والحديد هنا اف اي. الله، طب ما سالتنيش قلت لي يا ايناس او يا فاطمه. يا مستر معلش قول لي اشمعنى حضرتك ما خدتش الارقام دي؟ خلي بال حضرتك، انت كطالب انت اللي هتجبر اللي قدامك يشتغل كويس ويشتغل وحش. لو انت عاوز تقضيها هيقضيها معاك. لو انت طالب صاحي وعينك رايحه لكل حاجه زي حازم كده، عمال عينه رايحه لكل حاجه، يبقى ساعتها بقى حضرتك الدنيا حلوه معاك، كل سنه وانت طيب، مش هتبقى عندك مشاكل. معلش يا مستر استناني، انت كده كلفتني. كلفتني في ايه يا مستر؟ مش في هنا حضرتك ثلاثه؟ بدايه في حساب الاكسده والاختزال لا يدخل الوزن في الحسابات. النقطه دي مهمه جدا، لا يدخل وزن المعادله. ونلاحظ ناس بتطلع لي اعداد غريبه ما انزل الله بها من سلطان، ويقول لي اصل الكتاب ده غلط، حل الغلط. يا جماعه المعادله لا يدخل وزن المعادله الكيميائيه في حسابات الاكسده والاختزال. يبقى انا ما ابصش خالص، عاوز ما ابصش خالص من البدايه، حط لي الوزن مش هكتبه في الب. نبدا عشان الوقت بتاعنا بس. الجزيء السؤال بتاعي المشهور، موت جزيء ولا عنصر؟ ها ها ها، ولا واحد جاب. يبقى ده ايه؟ جزيء. طب ليه جزيء؟ ها يا مستر انت لسه قايل لي من اول الحصه الربط يا جماعه، بالله عليك ما تضيعش مجهودك في كلام فاضي. ده اكتر من نوع، ان شاء الله نوعين اتنين. طالما الانواع انواع مختلفه يا شباب، اوتوماتيك ده ايه؟ على طول ده مركب، يبقى جزيء للمركب. السؤال الثاني يا مستر، طب هو متعادل ولا مشحون؟ مين يقول لي بقى يلخص لي ثلاث اسئله؟ اقول انا لنفسي، هسال نفسي عنصر ولا مركب؟ السؤال الثاني، متعادل ولا مشحون؟ طب لو متعادل هسويه بالصفر، وابدا الحركه اللي انا قلتها لحضراتكم عليها بلون ثاني، هفصل عن بعض. وابدا اقول له 2 اف اي زائد، الناس هوايه الضرب اللي بتضربوا هم صغيرين كتير، زائد الفصله دي هتريحك جدا. وانت بعد كده ما تاخد حسابات اسمها حسابات المول، اكيد كلكم بعضكم عند خصوصا الصف الثاني والثالث عندهم الفكره ديت، بنفصل عشان نستريح. لانك لو ضربت بدل ما تجمع غيرت القيمه الحسابيه 2 اف اي زائد 3 او، والنبي ما حد يقراها 30 بالله عليكم، هساوي صفر. 2 اف اي 3 في سالب 2، متفقين؟ يبقى اذا نحط له هنا سالب 6. طبعا الناس الشطار في الرياضه عارفين حضراتكم ان انا لما بضرب في سالب الاشاره بتتحول لاشاره سالب. يبقى انا هقول له هيساوي صفر، ومن ثم 2 اف اي هيساوي موجب 6، هقسم على الاثنين هتديني في النهايه اف اي موجب 3. يبقى هنا يحب استاذ حصل له اكسده. استاذ مين بقى انت خايف فيها يا استاذ؟ يا راجل مش احنا بناخد المركب لسه في المتفاعلات؟ ما تستعجلش، انت عرفت الشحنه الموجبه زادت قلت اتغيرت نقصت زادت، انا عندي موجب 3 بس. روح دي الاف ايه؟ الله، ها اتفضل يا عمر. يا مستر ده عنصر. يساوي ايه يا عم عمر؟ يساوي صفر. كم شحنه موجبه هنا؟ 3. كم شحنه موجبه؟ صفر. يبقى انا كان عندي 3 شحنات، مفيش شحنه عندي، يبقى معنى كده قلت الشحنه الموجبه.
طب قلت الشحنه الموجبه مستر الكلام ما خدتهاش قبل كده، اسف انا قايل لك كام حاجه؟ اربعه. هنقولهم مع بعض؟ اتفضل قول. زياده الاكسجين، نقص الهيدروجين، زياده الشحنه السالبه، نقص الشحنه الموجبه. ايه الموجود عندي؟ زياده الشحنه الموجبه ولا نقص الشحنه الموجبه؟ هجد عندي نقص الشحنه الموجبه، وبالتالي حصلت عمليه اختزال. طالب تاني يقول لي يا مستر تعبت قلبي. ليه يا حبيبي تعبت قلبك؟ طب انا ممكن اخدها من الاول. خلاص انت حر. كم اكسجينه مرتبطه هنا؟ ثلاثه بالاثنين حديد. طب هنا في اكسجين اصلا؟ اصلا خلاص يا عم الاكسجين نقص، يبقى عمليه اكسده. طب انا اقول لك ايه؟ برافو عليك، هسقفلك. بس هسقفلك ليه؟ لان المعلومه دي عندك من الاول. طالما المعلومه دي عندك من الاول برافو عليك. طب يا مستر في الامتحان انا اصلي، يبقى انت لسه نايم في اللابد في تحت البتاع. ليه؟ ما احنا قلنا الامتحان اختياري على الغالب، وبالتالي انا مش مطالب مني لو انا جبت الاختيار ليه؟ انا استفدت بالمعلومه اللي عندي. طبعا كلنا هروح رايحين لصاحبنا ده بالله، وهتكلم يا احمد واقول له يا احمد سي او، يا احمد اتحول لسي او 2 اكسده ولا اختزال يا احمد؟ اهو احمد هيجاوب. الجزئين متعادل ولا مشحون يا عم احمد؟ الجزئين متعادل. متعادل ولا مشحون يا مصر؟ متعادل. في الحالتين انجز بقى، ما انت مش معقول بقى هتفضل على نفس النصب، لازم تسرع الريتم. في فرق يا جماعه، عاوز اقول نصيحه مهمه قوي قبل ما اخلص. سرعه حاجه والتسرع حاجه، فرق كبير جدا بين ثقافه السرعه وثقافه التسرع. انا محتاج السرعه عشان ابدا اراجع، محتاج السرعه عشان الوقت ما يقولش الامتحان ما كفاش، لكن مش محتاج التسرع عشان ما تغلطش. فانا سرعه الاداء عندي تقول لي خلاص المعلومات عندي بقت سهله، ده بسالب 2 تروح الطرف الثاني يبقى الكربون هنا بموجب 2. كربون بكام يا جماعه؟ بموجب 2. نبص حتى هسوي بالصفر، 2 في سالب 2 بسالب 4، يبقى الكربون اصبح بموجب 4، يبقى حدثت هنا زياده في الشحنه الموجبه، يعني حصلت عمليه اكسده. شوف حضرتك احنا قلنا، انا اسف بس اعيد بس التعديل بتاعنا، معلش شباب معلش نظبط، ده مش اكسده، احنا قلنا هنا عمليه ايه؟ اختزال. وايضا هنا هنرجع نقول ان دي عمليه اختزال، معذره يا شباب، اختزال واختزال بس بطريقتين. هنا العمليه عمليه ايه؟ اكسده بالحسابات. هرجع تاني للجزئيه. طب يا مستر بالاكسجين واضحه جدا، انا معايا بمتلك ذره اكسجين اصبحوا ذرتين، يبقى ايضا دي عمليه ايه؟ اكسده. يبقى ايه النهارده في حصتنا النهارده؟ تعرفنا على جزئيتين مهمين جدا، تعرفنا على الكلمه اللي احنا المفروض نعرفها من اول ما قلنا يا علوم رابعه في خمسه في ثالثه، اللي هي ايه يعني؟ يعني ماده. عرفنا يعني ايه ماده. طب الماده دي بتمتلك كام فكره؟ ثلاث افكار. ايه هم ثلاث افكار؟ تعالوا مع بعض نسترجع كده اللي احنا قلناه عشان نقول لكم متشكرين جدا على ادائكم معانا في حصه النهارده. نبدا كده من البدايه، من الاول عاوز اجيب الصفحه دي معلش بس تحيز يعني. نبدا بقى بالسؤال الاولاني، والسؤال الاولاني هنقول فيه ما هي الماده؟ قلنا الماده كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. اللي بيحب الاختصار يقول ايه بقى يا عمر؟ يقول يا مؤمن ايه؟ الماده هي كل ما له كتله وحجم. كل ما له كتله، نسمع فاطمه، ايه انواع الماده؟ الماده تتكون من ايه بقى؟ عنصر كانواع، عنصر وايه؟ مركب. طب نغير الاسماء شويه، قولي لي يا مها يعني ايه عنصر؟ يعني ماده نقيه. طب سيبك من ماده نقيه والكلام المجعلص ده، نوع واحد. طيب زي ايه؟ زي كذا كذا. طب ايه النوع الثاني من الماده يا روان؟ يا مستر الماده تتكون من عده انواع مختلفه من سيبك من الكلام ده كله، احط تحت انواع. يبقى باختصار مها قالت لي العنصر اللي فيه نوع، وروان قالت لي المركب اللي فيه عده انواع. الموضوع بقى بالنسبه لي سهل جدا جدا. يبقى اذا عده انواع زي ما نشوف حضراتكم هنا ايه الانواع اللي عندنا. هنسال بقى نورهان، يا نورهان قولي لي. طب حضرتك يا نورهان ايه بقى صور الماده يا نورهان؟ هتقولي والله صور الماده، الماده موجوده على ثلاث صور يا مستر، يا اما تدخل التفاعل في ذره مفرده او مول ذره مفرده، يا اما في صوره جزيئه عده جزيئات. صور الماده هي انواع الماده. طب الجزء الثالث ايه حالات الماده؟ هتجاوب لي رقيه وتقول لي حالات الماده مستر هي صلبه وسائله وغازيه. طيب ايه اللي خلى الفروق الثلاثه؟ هيجاوبني محمود ويقول لي يا مستر قوى الجذب اللي بين الجزيئات بتعتمد على وصف حاله الماده، ومن ثم المسافات اللي بين الجزيئات. اتكلمنا بعد كده على العمليه. انا شايف دي بقى نقطه مفصليه لكل مراحل التعليم،
الاكسده والاختزال، ولذلك بيعتمد عليه على فكره انتقال التيار الكهربي. يعني عاوزين اقول لك على معلومه مهمه جدا اخواتنا وزميلنا مدرسين الفيزياء، لو ما فيش اكسده واختزال ما فيش تيار كهربي. الاكسده بتنقل الالكترونات نتيجه الفقد الى الماده التي تحصل لها عمليه اختزال نتيجه عمليه الاكتساب، يبقى ده اسمه مرور التيار الكهربي، ولذلك بنسميها انتقال الالكترونات من احد المواد الموصله الى الماده الاخرى في نفس التفاعل. بالمناسبه نفس التفاعل يعني ان الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان. هشير بس في اخر حصتنا الى الجزيئات اللي احنا قلنا عليها مهمه قوي، العناصر اللي معروفه جدا بعدد تاكسد ثابته والمجموعه الاولى والمجموعات الثانيه، وبعدين قلنا اذا كان المركب مشحون بشحنه سواء موجبه او سالبه زي اللي قدام حضراتكم بسويه بالشحنه، اذا كان المركب اللي عندي غير مشحون او لا يحمل شحنه فانا مباشره بسويه بالصفر. كل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله تكونوا مبسوطين. كلمه اخيره هقولها لحضراتكم اللي هي ثانويه عامه سنه دراسيه زي اي حاجه اولى ثانيه ثالثه ايكوال، بس انا عاوز اقول ان البدايات القويه دائما ما تصنع نهايات قويه. خد المثل ده في حياتك، اذا كنت انا بعتبر نفسي انسان ناجح فانت خد دي، البدايات القويه تصنع نهايات قويه. بدات بقوه هتنهي بقوه، بدات بضعف هتبقى في صعوبه جدا انك تسترجع نفسك الا للناس اللي عندها ظروف. يعني ابدا بجديه، نظم وقتك، طالب ثانويه عامه وتحديدا بالذات ثالثه اقرب شويه، نظم وقتك، ذاكر اول باول، حضر لمادتك، وان شاء الله في المحاضره الجايه اوعدكم اعمل لكم جدول مذاكره في منتهى الروعه. هنعمل مع بعض ازاي، ودي نقطه مهمه جدا، بدل ما تيجي في اخر تقول لي النبي اعمل لي جدول امتحان او جدول مذاكره، هنعلمك ازاي تذاكر المواد بنظام ولا تطغى ماده على حساب ماده ثانيه. مش انا عشان انا كيمياء وبحب الكيمياء، لا انا عاوز الطالب بتاعي يجيب درجه نهائيه في الكيمياء وفي باقي المواد الثانيه، لان ما ينفعش ان اجيب 60 في الكيمياء ولا جاب بالدرجه بالنص في ماده ثانيه، مش هتظهر شغلي. فانا عاوزك ازاي تنظم وقتك، انا هعمله لك ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، عملك جدول ظريف جدا على المواد اللي عندك ازاي تنظمها. كلمه برضو مهمه جدا لابناء الطلبه والطالبات، ثانويه عامه مش بعبع، ثانويه عامه مش مخيفه ولا مرعبه، اقسم لك بالله ودون تحيز انها اقل في درجه الصعوبه من اولى وثانيه ثانوي. الفارق ان انت على المحك، انت طالب بعد كده رايح جامعه، فيوتشر بتاعتك، مستقبلك، حياتك، اختياراتك، مكانتك، لكن ده بالعكس دافع ليك ان انا ابذل قصارى جهدي، ان انا اشتغل بتركيز عالي جدا، ان انا اسمع المعلومه، ان انا افهم، ان انا استوعب، اغير نظامي في المذاكره، اعتمد على الفهم. ما اقولش الكلمه المشهوره لما اروح انا احفظ، لا انا هفهم في حصتي ولما ارجع اطبق. يبقى نغير كده، اسمع اروح احفظ انسى، اسمع اروح احفظ انسى، افهم اروح اطبق انا كسبان. ان شاء الله تعالى اتمنى يكون ان انا نلت رضاكم، وان شاء الله بخبرتنا على مدار السنين الطويله دي ان شاء الله هننقل لكم الخبرات دي بشكل سهل جدا. كان عندنا ممارسه خطيره جدا من خلال التفعيل او بيسموها الحصه المفعله، حضرتك هتشارك معايا ان شاء الله، من حقك تسال وانا اجاوب عليك، هيبقى في لينك كبير جدا بيننا في اثناء الحصه بتاعتنا، سواء بعد كده ممكن تطلبها مسجلة او ما الى ذلك ان شاء الله على الهواء. لو انت عايز تسالني هجاوب عليك ان شاء الله طول الفتره اللي جايه. الكورس بتاعنا مستمر ان شاء الله للحصص اللي جايه لحد ما اثبت فيك المعلومات. كورسنا المره الجايه هتكلم ازاي تعمل معادله وتوزنها، دي نقطه مهمه جدا. كورسنا اللي جاي هيعلمنا يعني ايه كتله موليه وكتله ذريه، ازاي اتعامل معاها، وبالتالي هنخش نختم يعني ايه روابط مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق لكل الناس، توفيق لشركتنا الحلم الكبير، واسم على فكره جميل الحلم الكبير، يعني بيمشي مع احلامنا الكبيره اللي اذا كانت احلامك كبيره بقى. كمان منصه الديوره التعليميه بتحاول تطور عشان ترضي حضراتكم بدون تحيز، وانت طبعا الطالب بتاعي هو صاحب القرار، احنا مش هنميز شغلنا لما حضرتك تقول الشغل ده كويس ولا لا. ان شاء الله تعالى موفق، وان شاء الله تعالى تكون محقق هدفك، ان شاء الله تكون معانا، مش هتندم اطلاقا اكيد مع مستر عبد الحميد الكيلاني، يعني اوريدي ان شاء الله هتكون مع خبره كبيره جدا في وضعيه الاسئله. الحمد لله احنا بنشارك في وضعيه الاسئله بقالنا فترات طويله جدا، سواء على مستوى ثالثه او اولى او ثانيه ثانوي، سواء على مستوى المحافظه او مستوى الجمهوريه، ان شاء الله يكون الامور بالنسبه لك فيها خير ليك، ومحدش هيجبرك على عمل حاجه انت مش عاوز تعملها. هتكون معانا وان شاء الله تكون راغب في ده. كل سنه وحضراتكم طيبين وسنه موفقه.
سعيدة، شرفني ان اكون معاكم عبد الحميد الكيلاني موجه عام الكيمياء. اشكركم جدا جدا.